الحاجات اللي انا لاحظتها من قبل الماتش، يعني ردود الافعال بتاعت الجماهير على السوشيال ميديا وبعد الماتش، انه المباراه دي وحدت جماهير الكره في مصر بمختلف انتماءاتها، حتى اللي في بينهم وبين الاهلي شد وجذب، حتى اللي في بيننا وبينهم منافسه كلهم كانوا واقفين ورا النادي الاهلي. صحيح، ربما ده ليه علاقه بالاستفزازات اللي خرجت قبل المباراه واللي كان فيها تقليل من كيان هو الاكبر في الشرق الاوسط، هو الاكبر في افريقيا، فكان الرد قوي واكبر كل المتطاولين اذا اعتبرنا كلامهم او ارائهم فيها بعض التطاول. لكن في النهايه النادي الاهلي اعاد الجميع الى السياق الطبيعي، اعاد الجميع متناقضين، احرجهم، عراهم قدام المجتمع وقدام الجمهور وقدام الراي العام. فبالتالي ده يمكن زي ما انت قلت وحد الجمهور المصري بشكل عام، صحيح. لان في النهايه النادي الاهلي كان بيعبر عن هويه الكره المصريه وعن اسم الكره المصريه ويمثل الكره هي دي المصريه. الحاله الطبيعيه لا مش الطبيعيه، خليني لا اقول لا 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 خليني يعني انا اتربيت كده ولغايه دلوقتي ماشي على تقصد التراك ده. الطبيعه البشريه من المفترض او الطبيعه يعني المصريه من مفترض تكون كده. يعني دي الحاله الطبيعيه اللي المفروض تكون في سيده كل الاوقات بصرف النظر عن انه في استفزازات او في خروج عن النص من عدمه. اي فريق بيلعب بره مصر مع حد غير مصري طبيعي جدا انه كل المصريين يساندوه، لانه في النهايه هو بيلعب باسمه والوان النادي بتاعه، لكنه في النهايه في بين قوسين كده المصري، وبالتالي هي نظره مثاليه شويه بس النظره دي كانت سايده على فكره، كانت هي القاعده في مصر لسنين طويله جدا. يمكن احنا اتربينا كجيل مع جديد. السوشيال ميديا بقى صحيح، بقى في ترند لا جديد، انا عايز بقى اقول في لك ان اتجاه جديد. صديق زملكاوي في السعوديه بيتكلمني قبل الماتش امبارح، بيقول لي هو رايح بيشجع الاتحاد، فهو رايح هو بيقول لي هو ليه جمهور الاتحاد خايف؟ يعني انا رايح واثق ان الاهلي الفتره الاخيره وحش، فهو انت شايف ان الاهلي قادر يعمل حاجه فعلا؟ فبدا يخاف من رد فعل الجمهور السعودي قبل المباراه، ان فعلا الناس خايفه. وفي زملكاويه كانوا حاضرين امبارح، انا شفت الوان اكيد الزمالك في مدرجات الاهلي اكيد. امبارح. هي الحاله يعني موجوده في كل مكان في العالم، ان جمهور البلد بيشجع خصم اخر، يعني موجوده جمهور الانتر بيشجع ضد ميلان، موجوده في مانشستر جمهور في طول الوقت، في اي حته بتلاقيها موجوده، لان في النهايه تبقى كره قدم. لكن من المفترض الطبيعي احنا ما يتعلق الامر ببلد ينافس اسم بيعبر عن دولتك وشعبك، فالطبيعي انا بيتهيالي امبارح الفوز ده كمان حتى مش بس فرح المصريين، فرح الافارقه. الكلام اللي اتقال كتير الفترة الأخيرة عن المقارنات بين الدوري كدوري أو البطولة كبطولة والدوريات الأفريقية، القيمة التسويقية للاعبين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي بالقيمة التسويقية لأكبر الأندية الأفريقية، وده حقيقي في فجوة على مستوى الأرقام والإمكانيات والاقتصاديات بتاعت كرة القدم. في فجوة كبيرة جدا. لك أن تعلم أنه انتقالات الاتحاد السعودي، انتقالات الاتحاد السعودي بس بايعين ب 750 ألف يورو وشارين ب 121 مليون يورو، يعني خزنة الاتحاد بس 120 مليون يورو، ده رقم كبير جدا بالنسبة للكرة في أفريقيا. يكفي أن أنا أقول لك أنه الأول والتاني في أفريقيا الأهلي وسان داونز على التوالي أعتقد 60 مليون يورو الاثنين، لكن كرة القدم صحيح الرهان فيها أبدا مش ممكن يكون على الأسماء ولا على النجومية ولا على أسعار اللاعبين، رهان فيها على الشخصية، رهان فيها على العقلية، ورهان فيها لما نتكلم عن مصر كمان على الجينات اللي بتظهر وقت الشدة. أكيد أكيد. وحتى لما نتكلم عن البعد المالي فالرهان على التخطيط الجيد وليس الكيدي، يعني في إنفاق كيدي بيحصل، في ناس بتشتغل بشكل ارتجالي بشكل عشوائي. يعني لما تشوف واحدة من أهم مشاكل اتحاد جدة اللي مشي بسببها سانتو. انه ما كانش شايف ان في داعي للتعاقد مع كريم بنزيما بالاساس، وانت تمتلك حمد الله هداف البطوله، كان اولى توظيف هذا الانفاق في اماكن اخرى. فده الحديث عن توجيه الانفاق والتخطيط الجيد. بالتاكيد كل الناس كانت سعيده لانها شايفه رغم الفجوه الكبيره والبعيده ما بين انفاق لا محدود وميزانيات مفتوحه وما بين امكانيات اقل بكتير جدا جدا، مازال العنصر البشري قادر على صناعه الفارق، مازال هناك عوامل اخرى غير المال قادره على انها تحطك في القمه وتخليك منافس قوي. فبالتاكيد ده اسعد كل الناس اللي بتعيش نفس الحاله، وهي رساله للناس في مجتمعات تانية ان الكوره لا تقاس بالمال بس ولا تقاس بالاسماء والجماهيريه والنجوميه، وربما تدفع البعض لاعاده النظر. وخليني اقول لك معلومه امتلكها شخصيا، مش هقولها تفصيلا، لكن اتحاد جده بدا من دلوقتي يدور على مدير فني بديل لجاياردو. بدا بالفعل وتواصل مع مدرب بالامس، بس خلينا ما نقولش دلوقتي خالص. فبالفعل ربما مدرب من اوروبا. طيب مش لازم اعرف الاسم، لكن اوروبا من نادي كبير حاليا مش في اوروبا، حاليا مش في اوروبا. خلينا نتكلم بعدين بقى بعد الهواء. بعد الهواء. فالصدمه
الصدمه الكبيره اللي حصلت من النادي الاهلي، لان المباراه ما كانتش مجرد مكسب بس، لا انت عزلت اتحاد جده، غيبته غيبته تماما، ما كانش موجود بالمره، اشعرت معظم نجومه بالعجز. يعني انت في لحظات من المباراه شايف كريم بنزيما بيتجول في الملعب، اللي هو هتخلصوا امتى؟ عايزين نروح. فانك تصل بمجموعه من هذه النجوم الى حاله التعجيز اللي شفناها، فده معناه ان انت عملت شغل عظيم جدا.